متابعي سباتشات، أرحب بكم في هذه الحلقة الحوارية، حلقة استثنائية ومميزة من برنامج وجهة نظر نستذكر فيها الرئيس الشهيد رفيق الحريري. حوار اليوم مع شخصية سياسية وزارية بارزة عايشت الرئيس الحريري عن قرب وشاركت معه رؤية لبنان. للمرة الأولى منذ اغتيال الرئيس الحريري سيكشف لنا الوزير السابق غازي العريضي محادثات دارت بينهما وأسرارا عن شخصيته وعن حقيقة مشروعه السياسي والاقتصادي للبنان. ماذا عن عودة الحريري الابن إلى العمل السياسي وما هي الرسالة التي يوجهها له؟ وغيرها من المواضيع نناقشها سويا مع معالي الوزير غازي العريضي. برحب فيك عبر سبوتشات في هذه الحلقة الاستثنائية. شكرا. حضرتك عايشت الرئيس الشهيد رفيق الحريري وكنت رجل هذه المرحلة، هيدا أول مرة من بعد 19 سنة من ذكرى اغتياله حضرتك عم تحكي عن هذا الموضوع، ليش قررت أن تلتزم الصمت كل هذه الفترة؟ الحقيقة القرار أخذ بعد 3 أيام من استشهادي. السبب كنت في السيارة وكالعادة يعني أسمع الأخبار برامج سياسية، والحدث كان اغتيال الرئيس الشهيد وكل البلد في يعني صدمة كبرى، لأن الرجل كان استثنائيا، حجم الرجل كان استثنائيا. فخرج أحد النواب بكلام يقول أن الرئيس الشهيد كان يستمع إلى كثيرين لكنه لم يكن يأخذ قرارا إلا بعد الوقوف على رأيه. في هذه اللحظة قررت أن لا أتحدث عن رفيق، لأن الشخص الذي كان يتكلم ما قاله لا يمت بصلة الحقيقة. الحقيقة؟ لا، أنه لم يكن هكذا. الرجل لم تكن علاقته مع الرئيس الشهيد بهذا المستوى يعني. ثم خرجت أصوات كل واحد يتحدث عن الرئيس الشهيد، قلت أفضل أن تصمت، ضميرك مرتاح وبينك وبين الرئيس الله يرحمه. أقول دائما ذهب وشهادتي معه حيث هو الآن. لماذا قررت اليوم أن تتحدث عن الشهيد رفيق الحريري؟ عدة أسباب. انهيار مستوى القيادة السياسية في لبنان بشكل عام، وبالتالي انهيار مستوى اللعبة السياسية والحرفة السياسية. أنا لا أقول ذلك لأن الرئيس الشهيد لم يرتكب أخطاء، سنتحدث عن الأخطاء. لا، ارتكب أخطاء أكيد بطبيعة الممارسة السياسية بحجمه بمسؤوليته بما واجهه، حتى نحن اختلفنا معه أحيانا على موضوع الاقتصادي وبرنامج الأولويات كما كنا نستخدم هذا التعبير يعني. لكن رفيق الحريري شخصية استثنائية، شخصية استثنائية بمعنى ما قام به رفيق الحريري تعجز عن القيام به شخصيات مجتمعة. واحد، اثنين، رجل تحدي بكل ما للكلمة من معنى، تحدي بمعنى الحرص على مصلحة البلد، الإرادي جارفة قوية صلبة لا يهدأ تجاه البلد، مصلحة البلد، حماية البلد، استقرار البلد. رؤساء الحكومة يلي اجوا بعد الرئيس رفيق الحريري يفتقدون هذه الرغبة. دعيني لا أقارن. رفيق الحريري في مصاف، مع احترامي وتقديري للجميع، مع تمايزات بينهم كي لا أعمم، لأن ثمة من لم يدعي لا المقارنة برفيق الحريري ولا الدور الاستثنائي. قام بواجبه بأمانة بمسؤولية بهدوء دون ادعاء، وثمة من ادعى ونسب لنفسه ما لم ينسب لرفيق الحريري أحيانا، وثمة من شبه نفسه به يعني هذا موضوع لا أريد الدخول. رفيق الحريري موقع آخر،
ولهذا السبب انكفأت عندما سمعت كما ذكرت لك في اليوم الثالث ولاحقا وشاهدت وراقبت وتابعت وعشت مع كثيرين. لا لا رفيق الحريري خارج إطار المقارنة بهذا المعنى على المستوى القيادي. استثنائية الرجل بحضوره بموقعه بتأثيره برؤيته بديناميته بعناده، العناد أحيانا ممكن يأخذ طبعا شخصيا أو إصرارا على قضية معينة أو مسألة معينة، لكن بقصد بالعناد أنه التحدي من أجل قيامة لبنان واستمرارية لبنان وقوة لبنان ومنعة لبنان وإلى ما، وهذا شيء أساسي جدا برئيس حكومي في لبنان. قبل الغوص بالسياسة أريد من حضرتك هيك أن تشاركنا بأحد الحوارات أو النقاشات اللي صارت يلي دارت بينك وبين الرئيس رفيق الحريري. انطلاقا من مسألة التحدي، عقد مؤتمر مدريد واتهم رفيق الحريري أنه يراهن على السلام وعلى صلح عربي إسرائيلي وإلى ما هنالك، وهذا ظلم. كان لابد من مواكبة ما يجري، لكن لم يكن يراهن على هذه المسألة. والدليل عام 94 قررنا نقل إذاعة صوت الجبل من الجبل إلى بيروت، رممنا المبنى الذي هو الآن مبنى الحزب التقدم الاشتراكي وجهزنا المبنى بالكامل ومعدات حديثة واستديوهات حديثة. عيد الحزب أول أيار قررنا افتتاح الإذاعة بأول أيار. تمنيت على الرئيس أن يعطي حديثا ولو مقتضبا لصوت الجبل في هذا اليوم يعني، وعدني. ثم قبل موعد الحديث بأيام طلبني. عندما دخلت إلى غرفة الاجتماع قال غازي اعذرني لن أعطي حديثا. أنا صدم، أنا أنتظر حدثا من حديث، وإطلالي وإطلاق صوت الجبل من بيروت وكذا. نقشت قال لي أبدا. طيب شكرا. أكيد يعني كان امتحاض من قبلي وصدمي. قال لو أجرينا الحديث من كان سيحاور؟ قلت أنا علني أعود إلى، قلت له أنا. قال أنت؟ قلت له أنا. نقل إلى مكان آخر قال ماذا كنت ستسأل؟ قلت خلاص راحت. قال لا أصر. قلت له لدي سؤال، لماذا أنت مصر على بناء مطار لست ملايين راكب وأنا قاصد هذا السؤال، لدي قصد. اليوم ما يحكى عن مشاريع للشرق الأوسط، مدريد وأرض مقابل سلام، من وجهة نظر الآخرين ليس ثمة مكان لمطار بيروت. تركيز بالمشروع الإسرائيلي مطار بن غوريون، المطارات الإسرائيلية، ولم تكن مطارات المنطقة قد قامت كما هي عليه الآن يعني. قال وما المانع؟ قال لا مانع. قال ماذا يفعلون بهذه الطريقة؟ جواب يدمرونه. انتفض. قال بيدمروه؟ نعم. قال أنا بعمره بهذه الطريقة. أوكي. قال سؤال ثاني، قلت له لماذا أنت مصر على مرفأ بيروت وفي المشروع الشرق أوسطي ليس ثمة دور لمرفأ بيروت؟
يتحدثون عن حيفا وعن أشدود وعن عن 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 عن. أيضا السؤال شو بيعملوا؟ قالوا بيدمروا. قال بعمروا. لو كان بعده على قيد الحياة كان عمر مرفق بيروت عن جديد. ظروف مختلفة. لا. قام على الكرسي. نظر بحدي لغازي. أنت ليش ضدي؟ قلت له ما هتقول هالكلام بدك مين يصدق. أنا ضدك. ليك قلت الرئيس. أنا كلبناني. مش غازي العريض الذي تعرف. أنا فخور وفخور 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 أن يكون لدينا رئيس حكومي يملك إرادة التحدي بهذا المستوى. أنا أناقش في السياسي. وأنا أعتبر أن إعادة إعمار بيروت سوليدار مع كل الملاحظات والأخطاء والهفوات والفجوات والثغرات وكل ما قيل، إعادة إعمار بيروت، إعادة إطلاق دور المطار المرفأ لم يكمل. وسأختم بملاحظة مهمة. أنا أعتبر أن رفيق الحريري تحدى من أجل لبنان. ولماذا؟ ربما أنت لا تعرفين وكثيرون من العارفين يتجاهلون وظلموا رفيق الحريري. أين ظلم رفيق الحريري؟ في تلك الفترة قاموا بهجوم شنيع عليه أن رفيق الحريري جاء لأسلمة البلد، لأنه اشترى عقارات أو لأنه علم مجموعة كبيرة من الشباب، وهم ليسوا مسلمين فقط، علم من كل الطوائف. يعني هجوم نوع من الاستفزاز. ولا أنا أعتبر أنه تحدى. لماذا؟ بالطائف تم الاتفاق على صندوق دعم عربي ودولي للبنان، كانت الكلفة 2 مليار. انتبهي منيح لهذه الحادثة. انطلقت السلطة في لبنان بعد اتفاق الطائف، وبدأت الاتصالات لتأمين صندوق الدعم العربي والدولي اللي لم يكن رفيق الحريري رئيسا للحكومة. ذهب وفد برئاسة الرئيس الهريوي الله يرحمه إلى الإمارات. الشيخ زايد رحمة الله عليه كان محبا للبنان وكان كريما، وعد بدفع 500 مليون. لكن تم تعادي في الخليج، يعني لا أحد يتقدم على المملكة. انتظار مراجعات إلى آخره. المال لم يصل، يعني وليس تقصيرا من المغفور له المرحوم الشيخ زايد، يعني لا، ولكن الظروف. ذهب وفد رئاسي من كل المكونات إلى أمريكا للحديث إلى الرئيس بوش صندوق الدعم العربي. لم يدفع ليرة من قبل أحد. أخذ رفيق الحريري مشروع إعادة الإعمار على عاتقه. عدم الدفع كان قرارا سياسيا. رفيق الحريري تحدى هذا القرار السياسي بصلابته، بإرادته، بعناده، بإصراره على إعادة قيامة لبنان، وقد فعل رغم كل ما رافق العمل من أخطاء أو من ثغرات أو من 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 يعني من مبالغات. قولي ما شئتي، عشنا المرحلة بتفاصيله، نحن كان لنا ملاحظات، لكن بالمبدأ كان المطلوب بالحرب تدمير لبنان وضرب دور لبنان وموقع لبنان في مجالات مختلفة. ممنوع إعادة إطلاق هذا الدور وإعادة البناء وإعادة هذا الدور لبيروت، بيروت المتألقة، بيروت الفكر، الثقافة، الجامعة، المدرسة، المستشفى، بلا 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 إلى آخره، ومنها إلى لبنان بالنهضة الكبرى والمشاريع الكبرى. رفيق الحريري بهذا المعنى تحدى. أنا أفهم أن يقول أحد أن تمت أخطاء ارتكبت، لكن لم يعطى هذا الرجل حقه بهذه النقطة، واحدة من النقاط، يعني بهذه النقطة بشكل خاص، لأنه هذه كانت البداية. ما تعلمت في الحياة، شاء القدر وأنا وزير أشغال المطار بيوصل لست ملايين. أنا أنجزت المشروع الذي لم يسمح لرفيق الحريري بإنجازه في مرفأ بيروت، بتطوير المرفأ
ولاحقا دمر المرفأ، وأنا على قناعة من الأساس أن إسرائيل هي اللي دمرت. إسرائيل اللي دمرت. أنا رأيي سياسي. أنا هذا رأيي سياسي. اليوم لو كان الرئيس الشهيدين رفيق الحريري على قيد الحياة كان رجع تحدى وبنى المرفأ. الفرضيات والمقاربات من هذا النوع لا مكان لها في السياسة، لسبب نحن نتحدث عن 2020، بين 2005 و 2020 جرى ما جرى، ومن 2020 حتى الآن جرى ما جرى من متغيرات على مستوى المنطقة ككل وليس على مستوى لبنان فقط يعني. لذلك نتحدث عن دور هذا الرجل، موقع هذا الرجل، رؤية هذا الرجل، هذا واحد من العناصر. مرة تانية مثلا بيني وبين الرئيس عندما اعتكف أول مرة، ولم يكن ثمة يعني هواتف ذكية مثل اليوم وأخبار سريعة وإلى آخره، سمعت من أحدهم أن الرئيس الحريري أعلن اعتكافه، وكان يعني على خلاف كبير مع المسؤولين آخرين في الدولة. ذهبت إليه، أنا مكلف بالعلاقة بينه وبين وليد به، فقالوا له غازي وصل فليدخل. دخلت، ماذا جرى؟ هل اتصلت بصديقك؟ اطلبه وليد به. اتصل وليد به ولكن كان أعلن الموقف. قلت الرئيس، قال غازي أنت تعرف الأمور، أنا لم أعد قادرا على التحمل كذا 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 كذا. قلت له يعني أنا أعيش هذه الأمور معك، ولكن قرار من هذا النوع بالظروف التي تدار فيها الحياة السياسية في لبنان، يعني وجود السوري، المعادلة السياسية، الأطراف، موازين القوى، الهجم عليك، قال أنا لم أعد قادرا على التحمل. عندما ذكر لي بعض الأمور كما يقال يعني الشعرة التي قسمت ظهر البعير، قدرا للتعبير يعني بهالمعنى، لكن التي سببت هذا الموقف، قلت طيب ولكن لديك أوراق بين يديك، ممكن أن تقول لا هنا وهنا وهنا، ما هو الجواب؟ قال غازي أنا ما بعملها، أنا وعدت. يعني أنا أقول له بإمكانك أن لا تقدم على هذه الخطوة أطلق. قال أنا وعدت، أنا لا أغير. دكتور الرئيس أنت تعاطى سياسي في لبنان، أنت دخلت إلى ملعب السياسي، الحكم معروف ومدير اللعب معروف وقواعد اللعب معروفة، أنت تحدث خارج هذا السياق بالكامل يعني. قال أنا لا أغير بهذا الموضوع، ربما أفكر بأمور تانية، لكن بهذا الاقتراح، بهذه الفكرة لا، لأنني التزمت. رجل بهذا الحجم، بهذه الطريقة من التفكير ومن مقاربة الأمور، من احترام ذاته بالدرجة الأولى، والحرص على استمرارية العمل مع الآخر الذي اختلف معه، هذا يعني لم نعتد عليه الحقيقة. لاحقا طبعا تمرس وأصبحت اللعبة مختلفة. أعطيك جانبا إنسانيا برفيق الحريري، قام بأعمال إنسانية استثنائية. رفيق الحريري لم يكن يقول كلمة ولا يقبل وقام بأعمال إنسانية مع خصوم كانوا يشتمونه، وهم يشتمونه قام بهذا الواجب الأخلاقي بالنسبة إليه. أنا شاهد، وأنا دخلت ببعض الأمور، طلب إلي من قبل بعض الناس أن أذهب إليه في حالة معينة أو حالات معينة تكررت أكثر من مرة، يعني لم يفكر. قلت له فلان الفلاني وأنا أعرف ما يعني. اتصل يعني نحن نتحدث عن شخص الذين هاجموه، أعود وأقول نحن انتقدنا واختلفنا في أمور معينة، لكن لم نتجاوز سقف وحدود موقع هذا الرجل ودور هذا الرجل ومسؤولية هذا الرجل وما قام به بالنسبة للبنان. هل قتل الرئيس الحريري بسبب مشروعه للبنان ورؤيته للبنان؟ قتل لأنه عاند. لأنه عاند؟ عندما أقول أراد أن يتحدى، وقد فعل كما ذكرت بمثلين فقط يعني،
وأن يعطي هذا الدور للبنان بالمعنى الواسع للكلمة، ليس فقط بمطار ومرفأ فقط، بل بحجم وحضور لبنان سواء على مستوى الموقف من إسرائيل على مدى سنوات كان على خلاف مع حزب الله، لكنه كان ضد إسرائيل انطلاقا من إيمانه بعروبته بحرصه على البلد وعلى وحدة البلد، وهذا كان له الدور الكبير في عدة محطات، لا سيما باتفاقية نيسان التي تذكر الآن، ويدخل الفرنسيون من خلالها على خط المناقشات لتسوية الأوضاع في الجنوب أو لتهدئة الأوضاع في الجنوب بالأحرى، يعني التي جاء 1701 لا يتناقض معه. لكن رفيق الحريري عندما أصر على يعني إعطاء هذا الدور، هذا الزخم، أطلق هذا التحدي الذي كان كثيرون يرسمون خططا، يعني كل ما يقوم به ليست موجودة على الخريطة، يعني لبنان كله على الخريطة ليس موجودا. هذا سبب أساسي من الأسباب، سبب أساسي من الأسباب. عاند أيضا بمعنى يعني كيفية إدارة الشأن اللبناني، تحمل ما لم يتحمله أي رئيس حكومي، بخصوصية وضعه الذي كان وزير خارجية سوريا آنذاك، نظرا لما له من علاقات دولية استثنائية، وكان على تواصل وعلى تنسيق وعلى تقاطع بكل المعلومات مع المسؤولين السوريين، وصل إلى مرحلة لا يستطيع أن يتحمل طريقة الإدارة وطريقة التعاطي وكيفية التعاطي، وبالتالي على كل المستويات من هنا ومن هناك حجم رفيق الحريري أصبح كبيرا، إلى حد فكر البعض بما فكر به بتقاطع معين يعني. لكن اللبنانيون لا يتعلمون. فترة الحرب عندما اغتيل كمال بيك فرح أخصامه بطبيعة الحال، يعني أنه على عادة. أنا كنت أقول دائما سيكونون أول الخاسرين بعده، لأن بلعبة الدول المسألة لا تتحمل بالنسبة إلينا كلبنانيين لا شماتة ولا حقد. اليوم أنا، غدا أنت، لا سمح الله فلان علان إلى آخره، من قادة البلد، من أعمدة البلد، من رموز البلد، الخسارة هي على الجميع. ولبنان بلد يعني تعرض في مراحل كثيرة لمثل هذه الحالات، يجب أن نتعلم للأسف. هل اغتيل لبنان باغتيال الرئيس الحريري، أو بمعنى آخر بقتل الرئيس الحريري، إن قتل الطائف؟ طائف أسيء إليه بمرحلة وجود الرئيس الحريري بسبب سوء الإدارة الداخلية، لأن سوريا كانت مشرفة على كل شيء وتتعاطى وتدير كل شيء يعني، وأنه الطائف على قياس مصالحها. وطبعاً المسؤولون اللبنانيون أيضا تجاوزوا إلى حدود بعيدة حدود الطائف وصلاحيات الطائف وما ينص عليه الطائف، وقصروا كثيرا. المسؤولية لا تقع فقط على السوريين، نحن نتحمل مسؤولية أساسية في هذا الموضوع، وكان بالإمكان أنه يتم التعاطي بطريقة مختلفة. أن نقول قتل لبنان، لا، استهدف دور لبنان، لكن لبنان لا يموت. والذين استهدفوا دور لبنان رغم كل الانهيار الذي نحن فيه الآن، لأنه دائما مستهدف دور لبنان من بعد الطائف، ليس بسبب الطائف، أقصد بعد الحرب يعني. وأهم شيء كان موقع رفيق الحريري ودور رفيق الحريري بالتحدي الكبير الذي قام به كما سبق وأشرنا. لكن دائما المقصود دور لبنان. لبنان عقدت العقد عند الآخرين، يعني إسرائيل لا يمكن أن تنسى للحظة من اللحظات أنه هذا البلد الصغير، سبق قلت معك بأول مقابلة، عقدة إسرائيل لبنان، أنه لبنان هذا البلد الصغير المفكك الذي خاض حروبا وتقاتل أهله و و و و و و كسر شوكة الجيش الأسطورة الذي لا يقهر، كسرت وهزمت إسرائيل. إسرائيل وصلت إلى بيروت، اعتبرت أخذت لبنان 17 أيار، طردت من لبنان ولم يدفع لبنان أي ثمن عقدي. بالنسبة لآخرين، دور لبنان، لمعة لبنان، مستشفى لبنان، جامعة لبنان، نهضة لبنان، ثقافة لبنان، فكر لبنان، فن لبنان، سياسة لبنان، إعلام لبنان، صحافة لبنان، أيضا الكل يعني يستهدف هذا
الدور، والآن نرى تسابقا على وراثة هذا الدور، يعني لم ينجحوا حتى الآن، لأنه إذا حصل شيء في بعض الدول التي أتمنى لها كل الخير والتوفيق، فصناعة لبنانية يعني بأيدي لبنانية، ولبنان لم يخسر في الوقت ذاته هذه المسألة. نحن بسوء إدارتنا، نحن كمسؤولين لبنانيين تولينا شؤونا، شؤون مسؤوليات، يعني نحن أسأنا كثيرا إلى أنفسنا وإلى هذا الدور وأخطأنا، لأنه دائما كنت أكرر منذ سنوات وكنت في الحكومات يعني أنه مسألة الفساد في لبنان لا علاقة لها بالصراع العربي الإسرائيلي أو بروسيا أوكرانيا أو روسيا أمريكا أو السعودية إيران أو إيران أمريكا، لا علاقة، هذه مسألة لبنانية. لم يأتي أحد من الخارج ليفرض على كل واحد منا أن يكون سارقا، لا، هذه تربية، هذه قناعة. لم يأتي أحد من الخارج ليفرض علينا كيف ندير مسألة الكهرباء مثلا، يعني فضيحة الفضائح، لم يحصل أي مثيل لهذه الفضيحة في أي دولة بالعالم. بلد حاطت 30-40 مليار دولار مع الفوائد مع الخسائر مع الإنتاج مع 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 كلها على بعضها، وليس تم تضوء في لبنان. يعني هذه مسائل مسؤولية لبنانية، طريقة إدارة الشأن العام هذه مسؤولية لبنانية، المستشفيات، الصحة، المدرسة، الجامعة اللبنانية إلى آخره، هذه مسؤوليات لبنانية، هذه لا علاقة لها بالصراع الكبير، يعني أنه حزب الله سلاح إسرائيل إلى آخره، إسرائيل سوريا، سوريا تدير الشأن. طيب أوكي، لكن والدليل كان كثيرون في السلطة ولم يرتكبوا، وكان كثيرون في السلطة وأنتجوا، إذن المسؤولية هي مسؤولية لبنانية. بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري، مين قوى نفوذه أكثر بلبنان؟ من استفاد أو من له المصلحة باغتيال الرئيس رفيق الحريري؟ بالنتيجة اعترف الجميع بأنهم خسروا، ولكن وقعت الكارثة عندما اغتالوا كمال بايك، وكان معروف أن النظام السوري اغتال كمال بايك. بعد سنوات من الاغتيال كان تم لقاء بين وليد بايك والرئيس حفظ الأسد. في هذا اللقاء قال الرئيس الأسد لوليد بايك: يبدو يا أخ وليد والدك كان على حق، ولكن كان كمال جنبلاط قد قتل. لذلك قلت الناس أحيانا تفرح عندما يقتل الخصم، هذا خطأ. خسارة رفيق الحريري لا تعوض، لا تعوض. الحقد يعمل بصائر، ولا مكان للحقد إذا كنا عاقلين في الحساب السياسي. وأنا دائما أقول لبنان بحاجة إلى العقل الجماعي، أي إصابة بالعقل اللبناني في أي مكان منه تصيب العقل كله ويتأثر لبنان. بالتالي الذين كانوا يتضايقون أو كانوا حاقدين على رفيق الحريري ماذا أنتجوا؟ أين هم اليوم؟ ما هي حساباتهم؟ أدركوا جميعا أن هذه الخسارة لا تعوض، وأن رفيق الحريري كان بالإمكان التفاهم معه. كثيرون في الداخل والخارج من الذين اعتقدوا أنهم بشطب رفيق الحريري استفادوا، أو يمكن أن يحكموا، أو أزالوا عقبة معينة من الطريق في المشاريع الكبرى أو في المشاريع الداخلية. أتحدث بشكل عام عن قوى، عن دول، عن أشخاص، عن أطراف، عن أحزاب في الداخل. اكتشفوا أن المسألة ليست كذلك، يكابرون، لا يعترفون، لكن في واقع الحال وفي النتيجة لا، هم مضطرون إلى الاعتراف بهذه الحقيقة، ويمارسون في جانب من ممارساتهم بعد كلفة كبيرة على البلد وبعد اغتيال رفيق الحريري، بأنه لا، لبنان خسارة رفيق الحريري فيه ليست خسارة عادية ولم تنعكس على فريق دون آخر. يعني هذا أتحدث لبنانيا. خارج لبنان ماذا يجري في سوريا؟ ماذا يجري في ليبيا؟ ماذا يجري في العراق؟ ماذا يجري في اليمن؟ ماذا يجري في السودان؟ ماذا يجري في كل هذه الدول العربية؟ ماذا يجري في فلسطين؟ هذا رفيق حريري آخر المتحرك في كل الاتجاهات من أجل هذه المصلحة
القومية، الوطنية، السياسية، الأمنية، الاقتصادية، المالية. أعود وأقول بغض النظر أو آخذين بعين الاعتبار أخطاء وثغرات وأولويات وإلى ما هنالك يعني، لكن لا صارت شخص مثل رفيق الحريري يعني لا تعوض. بدي أحكي عن هذه الأخطاء اللي عم تحكي عنها حضرتك اللي طبعت مشروع الرئيس رفيق الحريري، خلينا نعدد بعض الأخطاء اللي ارتكبها. احنا اختلفنا بجدول الأولويات على النظرة الاقتصادية للبنان، ما هي الأولويات؟ بمسألة الجنة الضريبية مثلا كان رأينا بأن تفرض ضرائب، ولا نزال حتى الآن للأسف يعني لم تتغير الذهنية الحاكمة في البلد يعني على هذا المستوى، اختلفنا على هذه المسائل يعني. احنا لم نختلف احيانا تضخيم المشاريع اخذين بعين الاعتبار القراءه الخاصه بنا التي اشرت اليها فيما يخص الشرق الاوسط الكبير وكيف كان ينظر الاخر الى لبنان يعني، كانت اندفاعته استثنائيه يعني من حيث النيه ومن حيث الرغبه كما ذكرت لك ماذا جرى بيننا، كانت اندفاعته استثنائيه ولكن الواقع اللبناني كان مختلفا. اداره الشان الداخلي اللبناني ايضا يعني كان في بعض الامور على مستوى اداره الحكم، لكن في هذا الجانب انا اعتبر ايضا انه ظلم، السبب انه حمل ما كان يقوم به اخرون ليس في الشان الداخلي بس، يعني انه رئيس حكومه نريدك وزير خارجيه سوريا ونريدك رافعه ونريدك وممنوع ان تتدخل في هذه المساله وفي تلك، ممنوع ان تذهب الى عكار، ممنوع ان تذهب الى طرابلس، ممنوع ان تشارك في انتخابات يفرض عليك هذه المناطق اللي منع الرئيس انه يروح عليها. اكيد في فتره انتخابات مره من المرات منع ان يذهب الى عكار والى الشمال يعني. مثلا يعني كان في كثير من الامور كمان من 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 العوائق يعني والمؤثرات والضغوطات. أيضا بالمعادلة الكبرى كانت يعني لها بعض الدول بعض القوى لا ترتاح إلى وجود شخص مثل رفيق الحريري يقوم بهذا الدور في لبنان انطلاقا من استهداف دور الملك. هل اليوم عم يدفع لبنان ثمن السياسة يعني السياسة الاقتصادية الخاطئة التي اتبعها الرئيس الحريري؟ ليس فقط الرئيس الحريري، الحكومات المتعاقبة في تاريخ لبنان، هذا التمسك بهذا النظام الاقتصادي الفالت بمعنى يعني عدم الأخذ بعين الاعتبار الفئات الشعبية، تأمين الاحتياجات الأساسية، تأمين الاحتياجات الأساسية لكل الناس، البنى التحتية لكل الناس، الإنماء المتوازن في لبنان لكل المناطق لكل الناس. يعني اليوم أنت عندما تبنين مستشفى أو مدرسة هل هي لفريق؟ لجميع اللبنانيين. عندما يتم تنفيذ مشروع بنى تحتية وطرقات إلى آخره، هل يمر على هذه الطريق يعني أصحاب هذا الوزير أو ذاك، هذا الرئيس أو ذاك، أو الطرف الذي يمثله؟ هذه مسؤولية الدولة اللبنانية بالعينية. من أين إذن جاءت أحزمة البؤس؟ ولماذا تحدث أول من تحدث عن هذا الموضوع كان كمال جنبلاط يعني عن رفع الحرمان عن الفئات الشعبية ورفع شعار الإنماء المتوازن؟ الإنماء المتوازن أمه بيو شعار توقيع كمال جنبلاط. لماذا؟ تاريخيا هذه المسألة كانت موجودة ولم تحل أيام الرئيس الحريري، حصلت مشاريع تنموية في عدد من المناطق لكن بنيويا على مستوى النظام الاقتصادي السياسي اللبناني لم تعالج، تمت أخطاء في التقدير أو في الاندفاعات من جهة، وثمت أيضا عواقب عقوبات، ليس عقوبات، مصاعب، متاعب، معوقات واجهت هذا المشروع. من كان الأقرب للرئيس رفيق الحريري من قيادات لبنان؟ يعني أنا الحقيقة رجل حرص على علاقات جيدة مع الجميع، حتى الأخصام الذين كانوا يكرهونه حاول أن يبني علاقة ثقة، وصل بمرحلة من المراحل إلى نوع من التفاهمات، لكن كان استثنائيا في إدارة العلاقات مع الناس ومعرفة الاستفادة من هذه العلاقات. بمعنى رغم خلافات كثيرة مع الرئيس بري كان ثمة خط أحمر لا يتم تجاوزه رغم الخلافات، يعرف معنى العلاقة مع الرئيس نبيه بردي. مع طبعا الأصعب كانت مرحلة الرئيس لحوت لألف سبب وسبب، يعني لأنه الاستهداف كان شخصي للرئيس الحريري يعني لا نقاش في ذلك من الرئيس وممن كان يدعم، يعني كان مطلوب كسر رفيق الحريري. أنا واثق من هذا الأمر. بقولوا أنه اجتماع البريستول والقرار 1559 هن سبب من يعني من الأسباب يلي
اغتالوا فيها الحريري. قيل الكثير عن هذا الموضوع، ولكن سبق الاغتيال قبل ال 1559 قبله بأشهر بكانون الأول 2003 تعرض رفيق الحريري لإهانة لم يقدر على تحملها على الإطلاق، وكان له رد فعل استثنائي بمعنى قطيعة شبه كاملة. يعني هذا حصل عند الرئيس الأسد يعني أمام ضباط، وهذا أمر غير مقبول بالتعاطي مع رئيس حكومي. كمل هيك توترت العلاقة بدمشق أكيد، وحصل قطيعة كبرى لفترة طويلة يعني، وكان رئيسا للحكومة. المسألة قبل أن نصل إلى 1559 والخطيئة الكبرى التي أدت إليه هي ليست موقف رفيق الحرير، الخطيئة الكبرى التي أدت إلى 1559 التمديد للرئيس لحود، لأن آنذاك في كل الاتصالات الدولية التي كانت قائمة وحتى اللحظة الأخيرة تقدمت أكثر من فكرة وتقدم أكثر من طرح، أجل جلسة التمديد للرئيس نؤجل صدور القرار 1559. كان الإصرار على جلسة التمديد للرئيس. أنا أعتبر هذه الخطيئة الكبرى التي حصلت كلفت ما كلفت، كان بالإمكان آنذاك تمرير الاستحقاق الرئاسي، انتخاب رئيس المجلس النيابي لم يكن بعيدا يعني عن المعادلة السياسية الإقليمية التي تظلل لبنان يعني والدولية أيضا، كان بالإمكان الاتفاق، لكن للأسف كان الإصرار على هذا الأمر. حصل ما حصل لاحقا. البعض يقول أنه عندما بدأ الرئيس رفيق الحريري بتكوين شعبية سورية استشعر هيك أو امتعض الرئيس السوري من هذا الأمر. شعبية سورية كرمال هيك يعني أنا لست توترت أنا العلاقة. شخصيا لست مقتنعا بهذا الأمر. شعبية سورية أين تدخل في الشأن الداخلي السوري؟ رفيق الحريري لا يعرف إلا المسؤولين السوريين ولا يتعاطى إلا مع المسؤولين السوريين. هو كان يزور المدن السورية، وبلبنان كان ممنوع يزور بعض المدن، يعني سيزور المدن السورية ويحط أطرافا معينة مثلا؟ لا، اسم كبير، رجل ثقة، رجل يعني يوحي بالإطمئنان، كان على علاقة جيدة مع سوريا، لكن إنه الرئيس حرير لم يتدخل في الشأن الداخلي السوري لا من بعيد ولا من قريب، يعني هذه مسألة خارج النقاش يعني. لا، كيف كانت العلاقة مع السيد حسن نصر الله؟ في جزء بيقول إنه كانت علاقة جدا مميزة، أما كان في تقدير، كان في تقدير وفي احترام متبادل بفترة من الفترات، وبفترات وصلوا إلى نوع من التفاهم، ومرات كانت العلاقة صعبة. كان حذر الرئيس رفيق الحريري من هذه العلاقة. عندما يدخل في علاقة يعرف ماذا يريد و يكون صادقا فيها، وهو كان صادق فيها. قتل رفيق الحريري مشروع مين خدم أكثر؟ مشروع المقاومة ولا المشروع الآخر؟ سبق وقلت لك خسر كل لبنان، حتى الذين كانوا يكرهون الرئيس الحريري وفرحوا لاغتياله ليسوا في وضع مريح في المعادلة السياسية الداخلية اللبنانية. يا رب، لبنان لا يحكم لا بالقتل ولا بالإلغاء ولا بالاستقواء ولا بالاستكبار من قبل أي فريق من الفرقاء مهما امتلك من إمكانات ومن قوى. ميزة لبنان هذا التنوع في وحدته، لا يستطيع أحد، ممكن أن ينفذ اغتيال لأسباب داخلية خارجية داخلية وخارجية، سواء رفع غطاء من قبل دول كبرى دول إقليمية إلى تتقاطع الظروف، ولكن ليس ثمة رابح في لبنان. يتوهم من يعتقد أنه بمثل هذا الأسلوب يربح في لبنان، لا الاستقواء ولا الاستعلاء ولا الاستكبار ولا الإمكانات ولا القوى تحفظ موقعا لأحد. فهم التركيب الداخلي اللبناني، احترام التنوع في لبنان، إن شاء الله يوما ما الثبات على قناعة دولة القانون في البلد. دولة القانون، أنت تشعرين باطمئنان إلى حقك وأنا أشعر باطمئنان إلى حقي. أما بالمكسرة تبت للجميع، لا يستطيع أحد أن يربح. متى سيعود الرئيس سعد الحريري إلى العمل السياسي؟ هذا يعود
كان الجواب عنده. أنا لا أعرف. في دائما رواية بنسمعها بتقول إنه من اغتال الرئيس رفيق الحريري جسديا هو من طلب من الرئيس سعد الحريري أن يعتكف أو أن يعلق عمله السياسي. لا لا لا، مختلفة تماما المسألة. يعني كل ما قيل عن الاغتيال لا علاقة له بقرار تعليق العمل السياسي. لا. شو الرسالة اليوم اللي بتوجهها للرئيس سعد الحريري؟ أنا لست في موقع توجيه رسالة. سعد ربطتني به علاقة على مدى سنوات، فيها أخوي، فيها صداقة، فيها النسبة إلي يعني وفاء بطبعي للناس الذين أتعامل معهم، صدق بالنسبة للناس الذين أتعامل معهم، ووفاء كبير أيضا للرئيس الشهيد يعني الذي عشت معه سنوات طويلة وربطتني به علاقة أعتز بها وأكرمني في هذا الموضوع. أتمنى للرئيس سعد الحريري كل التوفيق، ظروف وتقدير الظروف، ويعود أو لا يعود هذا يعني هو صاحب القرار، وأنا لا أملك معطيات طبعا عن الظروف المحيطة به. هل سيجتمع بوليد بايك جنبلاط في هذه يعني الزيارة؟ لا معلومات لدي بصراحة. الوزير غازي العريض، قبل الختام بتحب تدوى على شيء معين؟ شكرا. شكرا لك متابعي سبوت شات، هيك ممكن وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.